بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأت تتكشف بإذن الله في هذه الانتخابات أمور عجيبة، ولكن لتزيد المؤمن إيمانا ولتزيد من في قلوبهم مرض رجسا إلى رجسهم ويموتون بغيظهم. الجزيرة هذه إن شاء الله المذيعة الصحفية التي كانت تغطي بعض الأحداث، جزيرة مباشر هنالك في إسطنبول وفي كثير من المدن تتعرض للاعتداء. الله، وأصبحت الآن هذا الحدث يغطى على أوسع نطاق. وأردت بإذن الله تبارك وتعالى أن أتحدث عن أمرين جللين يميزان هذا الحدث. أولا، إن الذين قاموا بالاعتداء على هذه الصحفية من صحفي الجزيرة هم أناس ينتمون إلى الحزب الجيد، ميرال أكشنار، وهي تنتمي إلى المائدة السداسية، نعوذ بالله، السداسية. كي تسمع السداسية هذه إشارة والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، إلى شيء نعرفه جدا. إذن فهؤلاء الذين ينتمون إلى هذا الحزب لا يخفون عداءهم للإسلام، بل لا يخفون عداءهم للعرب، وقالوا لها بإذن الله تبارك وتعالى، شوف، لا تتحدثي باللغة العربية، تحدثي بالتركية. فأشارت إلى أنها تنتمي إلى طاقم الجزيرة مباشر العربية، فكيف تمنعوني من أن أتكلم باللغة العربية وأن أغطي الأحداث باللغة العربية؟ إلى هذه الدرجة الحزب الجيد أتباعه يكرهون العربية، إنه مخطط أتاتورك الذي منع العربية وغير الآذان إلى اللغة التركية، وأصبحوا يكتبون التركية ليس بالحرف العربي ولكن بالحرف الأعجمي لقطع صلة الأمة المسلمة في تركيا، الخلافة العثمانية، بالعرب. وقاموا في مناهج التعليم بنشر عياذا بالله ما يغر صدور الأتراك المسلمين على العرب المسلمين، وهم الذين وضعوا البرامج في تركيا بضعوها أيضا هنا عند العرب لكي يغروا صدور العرب على الأتراك، فيقال للأتراك إن العرب خدعوكم وخانوكم، ويقول في بلاد العرب للعرب إن الأتراك خانوكم. هذا نشاهده الآن، قال تكلمي بالعربية، فقالت أنا عربية، أنا أغطي لي قناة عربية. ثم بعد ذلك نسأل الله العفو والعافية، قال اذهبوا، ارجعوا إلى بيوتكم، ارجعوا إلى دياركم، تركيا للأتراك. الله أكبر، عداوة عجيبة للغة العربية. ثم مطالبة هؤلاء للمسلمين العرب أن يعودوا لبلادهم، كأن تركيا ليست بلدا للمسلمين. من الذي حرر بإذن الله تبارك وتعالى تلك الأرض وأدخل إليها الإسلام؟ إنهم المسلمون، عرب وأتراك وأكراد وشركس ومسلمون من دول أوروبا، فلا فرق بين العرب والعجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا يقولون. فتخيل معي لو نجح هذا الحزب وهذه المائدة السداسية لتدير دفة الحكم في تركيا، لكان أول قرار تتخذه هو تهجير 10 ملايين من السوريين وردهم إلى مطحنة ذلك المستبد فاكل الدماء في أرض الشام. لهذا فنحن ندعو دائما أن ينصر الله تعالى سبحانه عز وجل العدالة والتنمية وأردوغان، لأن في ذلك بإذن الله تبارك حفظ لدماء المسلمين وحفظ لتركيا من التجزية والتقسيم وردها عياذا بالله كعكة يقتسمها الأعداء. قال لها ارجعي إلى بلدك، شوف يا سيدي العربية، وارجعي لبلدك، في إشارة إلى أن السوريين في خطر، وأن تلك الأفواج والأمواج
من هؤلاء المهاجرين من المسلمين في تلك الأرض المشتعلة التي سلط عليهم العذاب من كل جانب من قبل تلك القيادات التي تحكم، فهي مهددة عياذا بالله بالطرد. وهذا كلام يقوله وسجلته الكاميرا الجزيرة وسمعه العالم. ثم ثالثا، كانت هنالك محاولة اعتداء عليهم بالضرب، وقالوا اعتدوا علينا أثناء تلك الجولة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن البوليس تدخل للحيلولة دون وقوع هذا العدوان، وتقول الصحفية وأنا أستمع إليها، والآن يتدخل البوليس التركي من أجل حمايتنا مما وقعنا فيه. لا إله إلا الله. فأصبح هذا الخبر من الأخبار الرائجة كثيرا، ووصلت عدد المشاهدات إلى درجة كبيرة، وهذا يفضح طبيعة المائدة السداسية. اللهم زد في فضحهم وبين حقيقتهم للمسلمين، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أبعد كل هذا تجد مسلما فيه مسكة من عقل أو حبة خردل من إيمان يعطي الصوت لهؤلاء الذين يريدون والعياذ بالله محاربة العربية من جديد، معنى القرآن، معنى الهوية، وطرد المسلمين العرب. اللهم زد في فضحهم، واللهم زد يا ربي في تدعيم بإذن الله تعالى المسلمين هنالك حتى يتحقق النصر إلى يوم الأحد. نجأر إلى الله وندعو في كل وقت أن ينصر المسلمين هناك، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد.